برامج تكوني فيه لجنة تحكيم، يعني جوري، مثل برامج الهواة العديدة، يعني من نجم الخليج. ليش مدعمة؟ ليه ما طلب إليك؟ يعني في كتير نجمات انطلب منهم. مين قال لك ما طلب مني؟ بسألك. أنت قبل ما تشتغل هون وين كنت تشتغل لي؟ كيف يعني؟ شو ما بتعرف؟ قبل ما أشتغل بالحياة كنت بالأم بي سي. بس عم بسألك لإلك. لا أنت أخبر، أنت جاوبني. بلا بحبوك كثير بالأم بي سي، بس عم بسألك. خلص انت ليش ما انضميتي؟ طب اوكي، عرضوا عليكي، بس ليه ما انضميتي؟ لانه ما يعني ما كان الوقت والظروف ما كان بديها تكون موجوده وخلص. مش عارف فيك، انا بعرف. اكيد بتعرف انت، لانه حبيتي تجربه زميلاتك بال اكيد حبيت. كنت بتتابعي؟ كنت تابع بعض الحلقات بس مش على طول. مين حبيتي اكثر شيء ما فيني اقول لك مين حبيت اكثر شيء، لانه البرامج كلهم كانوا عن هواة، بس ب عرفت جات تالنت حبيت انه كان عم يتناول نجوم ومواهب كانوا كثير جداد، يعني كانوا هيك مثل انه معقول في هيك عنا؟ طب لو بدك تكوني على الام بي سي، لو بالام بي سي طالما عم بحكي عن عرض